اهلا بحضراتكم من جديد. خلوني في البدايه ارحب بنجوم المستقبل لاعبه فريق 2008 زياد ايوب وعمر العدوي. منور ومشرف يا زياد. يا كابتن دنورك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ازي حضرتك؟ كله تمام. اول مره في قناه الاهلي؟ ان شاء الله تمام. ايضا لاعب فريق 2008 عمر العدوي، شرف منور يا كابتن عمر. شرف كابتن، وشرف ليا كبير ان انا بقى موجود على قناه النادي الاهلي وابقى قاعد مع حضرتك يا كابتن. خلينا نبتدي مع كابتن زياد، عايزين نعرف بدايتك في الكوره يا زياد. والله انا بدات العب كوره من وانا عندي حوالي 3 سنين. كنت انا اصلا بحب العب كوره من وانا صغير، على طول موهوب بحب الكوره. مين كان بيحبك في الكوره وانت 3 سنين؟ على طول بابايا، على طول بابايا ومامتي على طول معايا بيشجعوني. فبدات دخلت انا اكاديميه الاهلي الشيخ زايد وانا عندي حوالي 7 سنين 8 سنين. كويس. في 2016 وبعدها كابتن ابراهيم عبد الصمد كان بيكلم عليا كويس لقطاع وكده، فكابتن تامر حفني وكابتن عبد الله جم شافوني. يعني كابتن تامر حفني هو اللي رشحك من الاكاديميه للقطاع. فبعدها رحت ولعبت اول تمرينه معاهم في مدينه نصر بقى. كنت بلعب كويس قوي، فالحمد لله يعني عملت مديه الاستماره من اول من اول تمرينه. ما شاء الله. يعني انت بالك دلوقتي بنتكلم في 10 سنين حوالي 10 سنين حوالي 10 سنين في النادي الاهلي. الحمد لله. قول لي بقى المدربين اللي انت اتمرنت معاهم في قطاع الناشئين. انا اول مدرب خالص كان كابتن تامر بجاتو. وبعدها كان كابتن هشام جعفر. تمام. وكابتن ممدوح عبيد. وكابتن عصام صلاح. أيوة. سنتين. وبعدها كابتن اسامه زكي. كابتن احمد صديق. وكابتن علاء عبده. كابتن تامر طلعت وكابتن تامر حسن في نفس السنه. مع بعض. وبعدها السنه اللي فاتت دي على طول كابتن محمود بيوم. ما شاء الله اتمرنت مع عدد كبير من المدربين. اكيد خدت خبرات من ده ومن ده ومن ده. ابرز المدربين انت اتعلمت منهم طبعا. اكيد الكل ساب بصمه. لكن أكيد. مين المدرب اللي اثر فيك اتعلمت منه؟ كان اكتر مدرب كان تكتيكيا كابتن علاء عبده طبعا. هو مدرب كبير، كان على طول التكتيك بتاعه بيكون مؤثر على الفرقه، كان على طول بيساعدنا في التكتيك. على طول بيدعمنا، على طول رجاله في ظهر بعض. اي حد كره تتقطع منه لازم على طول اللي وراه لازم. كان على طول بيوجهنا صح وعلمنا حاجات كتير، وبرده كل المدربين بنتعلم منهم، كل مدرب لازم نتعلم منه حاجه. تمام. واتعلمت برده من كابتن تامر حسن. على طول لازم تحركات المهاجم وازاي تتحرك. ايوه انا كنت لسه هسالك سؤال بعديه، ما قلتلناش مركزك ايه. فانت دلوقتي قلت تحركات المهاجم. انا الحمد لله يعني بلعب مهاجم. والسنه اللي فاتت لعبت هاف شمال وهاف يمين ولعبت برده 10. تمام. هرجع لك انا في حته تعدد المراكز دي، مهمه جدا ان اللعيب بيكون بيلعب في كذا مركز. خلينا نروح لعمر عشان نعرف برده بداياته مع الكوره. انا في الحقيقه في الاول كنت بدات حد يعني رشحني للكابتن خالد بيبو ومستر مايكل ان انا ابقى يعني بص عليا في الاختبارات. وفعلا رحت الاختبارات والكابتن اسامه زكي شافني واختارني ونزلت مع الفرقه، والحمد لله بعد تاني تمرينه كنت كويس. مضيت كام سنه بقى؟ من 3-4 سنين؟ يعني حوالي 4-5 سنين كده. كويس. وبعديها طبعا مسكني كذا مدرب، كان اولهم كابتن اسامه زكي طبعا هو اللي خدني. وبعديها مسكني كابتن احمد صديق. وبعديها كابتن علاء عبده وكابتن تامر حسن وكابتن تامر طلعت، ولسه مسكنا السنه فاتت كابتن محمود بيك. برضه نفس السؤال اللي انا سالته لزياد، وانت في الفتره دي مين المدربين اللي اثروا فيك وتعلمت منهم ايه؟ في 4-5 سنين في النادي الاهلي برضه مش فتره قليله. هو بصراحة كل المدربين اتعلمت منهم حاجات كتيرة فنيا. بس كل المدربين كان هدفهم واحد، اللي هو انت لازم تبقى بره الملعب شغال على نفسك اكتر من جوه الملعب. يعني انت لازم تبقى ملتزم اولا بره الملعب قبل جوه الملعب. ازاي بتعمل ايه؟ يعني انت قلت لي بره الملعب اهم من جوه الملعب، ايه الحاجات اللي انت بتعملها بره الملعب علشان تساعدك جوه الملعب؟ هو بره الملعب يعني دي بتبقى حياتك الشخصية، بيبقى مثلا النوم بدري، لان الحاجات دي محدش بيبص عليك فيها. انت المفروض تتابع نفسك وتركز في الموضوع ده عشان ده اللي هيفرقك. يعني كان دايما حتى المدربين يدونا امثله بلعيبه كانوا فنيا عاليين جدا بس ما كانوش ملتزمين. وناس تانية العكس كانوا ملتزمين بره الملعب وده خلاهم يكملوا في الكوره وهم اللي كان ليهم مستقبل. يعني